أنا مع آخر سطر، لأنه الكلام إسرائيل أمريكا بأيام أوباما، نتنياهو ذاته ذهب طلب من أوباما أنه بدنا نحارب إسرائيل، زودونا بسلاح واشتركوا معنا. قال له نحن لن نشترك معك بحرب ضد إيران، ضد إيران الحرب، وعندك الأسلحة اللازمة، بس نحن بنقول لك شغلي، إذا أنت مصر أنك تروح على حرب على إسرائيل، أنت حرب بمعنى عملية أوكي. يعني مش أنه حرب شاملة، بتروح إذا نحن مش معك ما فيك ترجع، يعني الطائرات والكل الأدوات والآلات اللي عندك إياها المهمة بتوصلك بتعمل الضربة بس بتعلق بالرجعة ما فيك ترجع، أنت تحتاج إلينا وبالآخر القرار لك. من وقتها عمل حملة على أوباما، راع الكونغرس، حاول يسقطه بالانتخابات الثانية الرئاسية وفشل. الآن هذا السيناريو ما في يقول ما بيصير، ما فيك بالسياسة تقولي لا مستحيل، ولكن نتنياهو رجع، نتنياهو الروسي رجع وبلشت الخضات. الروسي كان مزعوج من الحكومة السابقة اللي سقطت بالانتخابات بسبب أوكرانيا. نتنياهو هو اللي عمل الاتفاق مع بوتين لما صار يضرب سوريا والإيرانيين وغيرهم وكذا وما حدا يحكي شيء. ضربة الصاروخية. طيب أو إجا يعني بوتين ارتاح لما إجا نتنياهو، ونتنياهو مرتاح لبوتين وصار في اتصالات بين بعضهم. بوتين عم بتساعده إيران، ما قالوا مصلحة بوتين إنه ينصحوا ل نتنياهو انه يعمل ضربه على على ايران. وبالتالي الامريكاني كمان، انا برايي الامريكاني الديمقراطي، حتى الامريكاني الجمهوري بايام ترامب، هذا الانسان الحكيم والواسع العقل، ما كان يعني كان عم بيضايق ايران الى درجه قصوى انه لحتى تجي لإلي صاغره، مش لانه بدي اعمل حرب عليها. فلذلك الرهان على حرب ايرانيه امريكيه إسرائيلي في غير محله، ولكن من دون إغفال أحيانا شغلات قد تحصل بدون تخطيط خارج الحسابات. خارج الحسابات وبتاخذنا إلى كوارث. بدي أختم بس بدي أرجع إلى وضعنا الداخلي بالختام. تقول لما بتصير بتدق ساعة الحقيقة، حزب الله قادر أن يفرض رئيس 65 صوت أو أكثر شوي. أدى بدأ ساعة الحقيقة؟ بدأ وقت، وهي ساعة الحقيقة مش بس ساعة، يعني ساعة الحقيقة يملكها طبعا الحزب، بيملكوها جهات لبنانية وبيشتغل كمان، تملكها إيران من الجانب الإقليمي، فيها شيء إلى فيها السعودية، في إلى شيء فيها أمريكا روسيا، يعني هيدي بقصد فيه لما بس لما يحين الوقت وتستوي الطبخة كلها على بعضها، كل عناصر مكونات هذه الطبخة مؤمنة، ساعتها بيجي رئيس ما بيحل، لأنه دولة بدك ترجع تبني دولة جديدة. طب والجميع يعلم هذا، ولكن بيجي رئيس، مش الكل بيعرف هيدا الشيء طبعا. ليش عم نفرعت بهالطريقة؟ لأنه أول شيء كل واحد عم بيجرب بهاي المرحلة المصيرية لأول مرة لبنان يبقى أو لا يبقى، تبقى صيغته أو تتغير. فهلأ كل واحد عنده مشروع للبنان عم ينتظر التطورات يلي بتجعل العودة إلى لبنان الطائف شغلة مستحيلة، ساعتها بينوضع على الطاولة اللبنانات تبع كل طائفة لبنانية ويصير البحث. لما ندق ساعة الحقيقة، بدي أختم ولا كلمة من بعدها، لما ندق ساعة الحقيقة من هو رئيس لبنان؟ على الأرجح، ما في أكد أجزم، يعني لا أزال أعتقد أن حظوظ سليمان فرنجية هي الأكبر.